عليكم، كيفكن يا حلوين؟ في معلومة كتير مهمة نفسي كان لكم اياها من زمان، بس هلا حتى سمحت لي الفرصة. المهم بدي احكي لكم عن البصل الاخضر. كلنا بنعرف فوائده، اكثر فائدة فيه الشرش تبعه. شايفين هذا الشرش كتير مفيد، هي اللي هي تعتبر رقبة الانسان، هي الرقبة اللي بتربط، شايفينها اللي بتربط بين الراس والجسم، كتير منيحة. حتى اذا بتلاحظوا اليابانيين بالشوربة تبعهم، اللهم صل على سيدنا محمد، بيحطوها هيك مثل ما هي، بيقطعوها هيك للنص لهون وبزتوها بالشوربة، وطعمتها لذيذة وبنفس الوقت كتير مفيدة. دايما بستعمل هالطريقة مو بس مع البصل، حتى الخضروات. ليكو انا هون مغسلة السبانخ، غسلت كتير منيح، طلعت محافظة على شو؟ شايفين؟ على الجذور تبعها. بغسلها اول شي، بنقع بحلة، بحطها بحلة وبحط لها ملح، بتركها تقريبا شي نص ساعة بين ما يفك التراب منها، بعدين برجع بغسلها كذا وش لحتى اعرف انه وحس انه خلص المي صارت كتير بيضة ونضفت. والف صحة وعافية على قلبكم. صحة كتير ضرورية انه السبانخ ما تقطعيه بالسكين نهائيا، بس قطعيه بايديك، بيتقطع معك بسهولة، وفيك تعمليه مع السلطة او تحوسي او تعملي شوربة، بس انه قطعيه بايديك ما تستعملي السكين فيه.